قديم بالابتداء. هذا الموضع الأول الذي يعني قد يكون فيه شيء، وقالوا أن أحسن من هذا لو قال المؤلف في هذا الموضع هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الميزة تميزت بها كتب الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه حرص شيخ الإسلام ألا يتكلم إلا بالكتاب والسنة، مفهوم؟ قالوا لو قال المؤلف هو الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، من شرح هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هل نتعدى شرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، قال هو الأول والآخر والظاهر، قال أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن الأول والآخر إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، عموم علم الله سبحانه وتعالى. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذه الأسماء. نعم. قلنا أحسن من هذا الظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عنك يا شيخ، خلوا هذه بعد الدرس. الشيخ مشاري رحمه الله والدك، بعد الدرس، بعد الدرس. نعم الشيخ. لا يفنى ولا يبيد. نعم، لا يفنى ولا يبيد. الله سبحانه وتعالى ذكرنا أنه هو الأول والآخر، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ويذهب إلا ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه. نعم. نعم الشيخ. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون إلا ما يريد. هو سوف يركز على مسائل، يعني المؤلف عندنا الآن هنا ركز على مسائل. أي مسائل؟ لماذا يركز على بعض المسائل؟ يكون هناك في زمن الطحاوي يوجد أهل بدع أهل باطل، وعندهم شبهات وعندهم إشكالات، ويبث هذه الإشكالات بين الناس. فيأتي الطحاوي يكتب العقيدة، يلزم أن يكتب إيش؟ ردا على هؤلاء ويغطيه. إذن في كل عقيدة من العقائد المؤلفة تجد أن المؤلف يركز على أشياء. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية ركز على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ذكر الأدلة من القرآن ولم يكتفي، ذكر الأدلة أيضا من السنة وما اكتفى، ذكر الأدلة أيضا على أن القرآن كلام الله. مفهوم؟ لماذا المكثر الكلام في القول بخلق القرآن؟ المؤلف هنا رحمه الله ركز أكثر ما ركز على الجبرية والقدرية، يركز كثيرا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الرد عليه. نعم، سيأتي ما يقول هؤلاء صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تبلغه الأوهام. يعني الآن عندنا قاعدة، ما هي القاعدة؟ يقول إذا أردت أن تكون على معتقد أهل السنة والجماعة، إذا أردت أن تكون على معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، طبق ثلاث قواعد، ثلاث آيات. طبق كم آية؟ ثلاث آيات. الآية الأولى وهو السميع البصير، إثبات. القاعدة الثانية تنزيه، ليس كمثله شيء. القاعدة الثالثة ولا يحيطون به علم، أن المعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. جمعت هذه القواعد الثلاث في قول الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، يعني نعرف معنى الاستواء،
المعنى نعرف، تمام، استواء معلوم، طيب، والكيف مجهول، لأننا لماذا لا ندري عن الكيف؟ لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وليس له مثيل. يعني كيف تدرك الكيفية؟ إما بالمشاهدة أو بخبر الصادق أو بمشاهدة المثيل إذا كان له مثيل، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. إذن الذي يتكلم في الكيفية هذا كاذب، والله كاذب. نعم، طيب، قال والكيف مجهول، يعني نحن نثبت أن لله كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلم، تمام، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن طريقة أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم منهم إثبات وتنزيه، وأن المعاني معلومة، ونؤمن أن لله كيفية تليق به سبحانه وتعالى لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة، وانتهى، مفهوم؟ نعم. وقال لو تسير على هذه القاعدة كل الأسماء والصفات، يقول الشنقيط الأمام الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان، لقول لو تسير على هذه الثلاث آيات تكون على طريقة أهل السنة والجماعة بإذن الله. نعم، نعم، يعني كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم أجل من ذلك، لا يمكن تدرك الكيفية، تمام. وضرب الشيخ الإسلام مثال، يقول نحن عندنا الآن نخل وزيتون ورمان، صح؟ وفي الجنة نخل وزيتون ورمان، هل النخل والزيتون والرمان كالنخل والزيتون والرمان؟ لا، فقط في الاسم. ونحن ليس لنا إلا الرضا والتسليم. ولهذا يقول أحسن طريقة إذا أشكل عليك شيء إيش تقول؟ أشكل عليك شيء في الأسماء والصفات، تقول آمنت صدقت سلمت، النتيجة تهتدي، آمن تهتدي، تقول آمنت وصدقت سلمت. نعم.